ماخذ الشاص الجيب اخذني قهوي وادخل. انا مشكله ما امشي ولا اشوف ورا قدام ولا يسار، امشي زيده. هذا مشكلتي يا ولدي، الواحد اذا ساق في البر لازم يعرف، يعرف هو يمشي في وادي ولا يمشي فوق ولا يمشي تحت. ركز معي، مو هنا مو هنا، الوادي مو هنا، الوادي في البر، في البر زين، الوادي في البر، مو في الحاره، ما يجي فيها وادي. زين يا اخوك؟ زين. وانا ابوك امسك قهوه. تسلم. الله يعافيك. تمر 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 تمر. اي اي لازم كل ما تسبق قهوه لازم تاكل تمر، ما عندنا. المهم واطيح في وادي، والوادي وانا وقفت وغرست، الوادي ارضه ما هو قاسي، فغرست في مكاني. واقول وش اسوي يا ابو صقر؟ وش اسوي يا ابو صقر؟ عاد انا رجال فهيم، افهم افهم افهم. واقول ما لي الا انزل واشوف تحت، يا احط خشبه ولا اشوف لي شجره، ما عندي حاجه ما عندي حاجه. المهم شوف، نعم ايش عندكم تناظرون؟ ايش عندكم؟ وين جدكم؟ ابد مستغربين. يعني مستغرب اني بطل؟ لا مستغربين من السوالف ما شاء الله. هي يعني انت مكذبني يعني؟ لا 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 ما اكذبك ابد ابد. ما شاء الله يعني سوالفك مره حلوه. يعني ما انت مصدق اني غرست وطلعت الموتر بركبتي؟ ما قلنا ان ما صدقنا. ما شاء الله. انا يا ولدي ما لقيت خشبه، لقيت قلت ما لي الا وشو؟ اقول في مثل عندكم تقول ايش؟ الكشاف متصرف. فلازم انا اتصرف. وانا رجال مخي كبير وعقلي وين في راسي وافكر. نعم. فقلت ادخل ركبتي والفها يمين كذا، الموتى ارتفع، يوم ارتفع الموتى رفعت على ركبتي وصرت ادفن 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 وين؟ تحت الكفر عشان يرتفع الموتر، واحط الحصى واحط كل شيء وطلعت. المهم انت ما انتم مصدقين. لا يعني بس حاب استفسر، انت ايش كنت تاكل ما شاء الله عليك؟ نعم ايش كنت تاكل؟ اكل لحم واكل رز واكل قرص واكل واشرب الحليب واللبن. ما شاء الله هذا اللي خلاك كذا صح؟ نعم هذا اللي خلاني كذا، وان شاء الله اني ادبل بعد كذا. لا ان شاء الله. وين جدك انت وجهك الحين؟ والله ما ادري، جابنا من المدرسه وراح، ما ادري وين راح. ما قال لنا ولا علمكم؟ ما علمنا ولا شيء. يا اخي جدكم هذا يا اخي رفع الضغط، يا اخي وراه مشاكل وراه مصايب، يروح يخت ختات ما ندري عنه لو راجع. يا راجع مع مصيبه ولا راجع مسوي مصيبته، المهم جدك يرجع مع مصيبه. نعم الحمد لله عن جدهم لو انه جاب يرفع ضغطك، لكن الحمد لله ضغطك ما تشوي مستانس. اتقهوى واسولف معك واقهويك واسولف معهم مبسوط. هذاك ما هو موجود، جدهم لو موجود كان رفع ضغطه وهبل فيني، ما طلع الشيء فيني الا جدهم. تراه اكبر مني، اكبر مني بخمس سنين، واتوقع والعالم عند والعلم عند الله، والله العالم انه اكبر مني بتسع سنين ما هو خمس. يا عم ابو صقر. نعم. تراني ما ارضى انك تحش بجدي. ما حشينا جد وحفيده يسولفون. قصدي تظلم تظلم. ما ظلمنا الا قبل شوي تقول يمكن يرجع معه مصيبه، انت وش تدري؟ لا يا اخي جدك، يا اخي جدك فيه العجله، يستعجل، فممكن مع العجله يسوي مصيبه ولا يسوي مشكله. طيب يمكن احد من اقربائه بالمستشفى، انت ايش تدريك؟ ما ادري يا اخي، ليش ما علمني يا اخي؟ هو يمكن احد خاص شيء موضوع. لا حتى لو انا جار على الجار ما عندي، ولازم جدك يعلمنا ولا لا يا تميم؟ صح. نعم حق الجار على الجار. اساسا نفس العمر. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.